السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من الآخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. مواعيد مباريات الجولة 18 من الدوري القطري أو دوري نجوم قطر. لأول مرة تزور القناة انزل اشترك في القناة واضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك وسبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. متابعينا الكرام، الجولة 18 من الدوري القطري تبدأ بإذن الله تعالى اليوم السبت 6 مارس 2021. عندنا مباراة واحدة في هذا اليوم، الخراطيات أمام الدحيل. المباراة معادها الساعة 2:45 دقيقة أو 3:15 عصرا أو مساء بتوقيت مصر، ومعادها الساعة 3:45 دقيقة أو 4:15 عصرا أو مساء بتوقيت قطر ومكة المكرمة، والقناة الناقلة قناة الكاس الأولى اتش دي، ومعلق المباراة خالد الحديد كذلك قناة بي ان سبورتس اتش دي 6. يوم الأحد 7 مارس 2021 أو 7/3 العربي هيلعب أمام قطر. المباراة معادها الساعة 4 عصر أو مساء بتوقيت مصر، الساعة 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة وقطر، والقناة الناقلة الكاس الأولى اتش دي وبي ان سبورتس اتش دي. في نفس التوقيت الوكرة هيلعب أمام السلية، والقناة الناقلة الكاس الثانية أو الكاس 2 اتش دي، ومعلق المباراة يعني المعلق غير معروف وقناة بي ان سبورتس اتش دي. بعد كده عندنا مباراتين في نفس التوقيت، الريان هيلعب أمام الأهلي، مباراة قوية جدا معادها الساعة 6:15 أو 6:15 دقيقة مساء بتوقيت مصر، 7:15 او 7:15 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة وقطر، على القناة الناقلة قناة الكاس الثانية اتش دي. ام صلال يلعب امام السد، مباراة السد ميعادها ايضا في نفس التوقيت 6:15 مساء بتوقيت مصر، 7:15 مساء بتوقيت قطر، على القناة الناقلة قناة الكاس 3 اتش دي او الكاس الثالثة. متابعينا الكرام، الاثنين 8 مارس 2021 عندنا مباراة أخيرة، آخر مباراة في الجولة 18، الخور أمام الغرافة. المباراة معادها الساعة 6:15 مساء بتوقيت مصر أو 6:15 دقيقة، 7:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة أو 7:15 دقيقة، والقناة الناقلة لمباراة الخور أمام الغرافة قناة الكاس الأولى اتش دي أو الكاس 1 اتش دي. كان معكم محمد نور الدين من قناة الآخر وخلاص، اشترك في القناة فعل زر الجرس اعمل لايك للفيديو، نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.